تبدأ رحلتنا في بافالو، نتجه شرقاً نحو الحديقة العامة لولاية ليتشورث. سنحلق فوق مجرى نهر جينيسي لنتأمل بعض أروع الشلالات في ولاية نيويورك. من هناك سنستكشف بعضاً من بحيرات فانيجر قبل التوقف لفترة وجيزة في إيثاكا، بيت جامعة كورنيل، ثم إلى الشمال الشرقي إلى سيراكيوز. هناك سنلاقي واحداً من طرفي قناة آري القديمة التي لم تعد تستخدم إلا أنها محفوظة ومحمية كحديقة وطنية. سنقوم برحلة على طول الخط المائي القديم لنغوص في التاريخ قبل أن نصل إلى قناة آري الجديدة، ثم نكمل نحو بحيرة أوتسيجو ومدينة أوتيكا. سنختتم رحلتنا عند ينابيع ساراتوغا، جنة السياح وبيت أقدم دائرة سباق للخيل الأصيل في كل البلاد. مع بداياتها المتواضعة كمركز تبادل بريدي عند جدول بافالو، هذه ثاني أكبر مدينة في نيويورك ومركز تاريخي مهم. مع تصنيفها من قبل فوربس كواحدة من أهم 10 أماكن لتنشئة عائلة في أمريكا، تعتبر بافالو مركزاً رياضياً وموطناً لمآثر هندسية مذهلة. بعد أن أحرقها الإنجليز خلال حرب 1812، شهدت المدينة انقلاباً في أحوالها مع بناء قناة آري، إذ كان موقعها استراتيجياً على الطرف الغربي. مع بناء القناة قدم المهاجرون بعشرات الآلاف، مما أدى إلى تحويل المستعمرة إلى مدينة عام 1832. لعبت مدينة بافالو دوراً محورياً في الصناعة وفي التجارة وفي السكك الحديدية، وبلغت ذروتها الاقتصادية والسكنية في الخمسينيات مع 580 ألفاً يعيشون فيها منذ ذلك الوقت، وعدد السكان في تناقص. لكن المجهود الذي يتم بذله من أجل التنوع الاقتصادي يبدو وكأنه يساعد المدينة على الوقوف مجدداً على قدميها. التعليم وعلوم الحياة والطب والدراسات المصرفية والتكنولوجيا العالية تحتل المكانة التي كانت يوماً صناعية، وهي تخلق فرصاً للنمو وتعيد إحياء المدينة. بافالو معروفة كذلك بهندستها الرفيعة. أحد الأبنية النموذجية هو مبنى داروين دي مارتن، متأثراً بأعمال فرانك ليودرايت الشاب، قام رجل الأعمال والمستثمر داروين مارتن بتسليمه شيكاً على بياض موقع من أجل تطوير قطعة أرض قام بشرائها مؤخراً. كلف المشروع مارتن 300,000 دولار، أي ما يعادل 50 مليون دولار اليوم، لكن النتيجة كانت تستحق العناء. يعد هذا الموقع الآن معلماً تاريخياً وطنياً، ويعتبره بعض الباحثين المعماريين واحداً من أروع إنجازات رايت. لأنه يستوحي من الجمال الطبيعي، لم يكن غريباً أن رايت قام ببعض أفضل أعماله في بافالو. على بعد 100 كيلومتر فقط جنوب شرق المدينة نجد حديقة ولاية ليتشورث، وهي حديقة مذهلة نالت شهرتها عن جدارة كجراند كانيون الشرق. يجري نهر جينيسي على مدى 50 كيلومترا في الغابات الخضراء وضمن 3 شلالات كبرى. هذه الشلالات العليا بني الجسر الذي خلفها عام 1852، وذلك باستخدام 1.5 كيلومتر المربع من أخشاب الغابات المحيطة. اليوم هو مصنوع من الحديد والصلب، ولا يزال يستخدم كوسيلة عبور، إضافة لكونه يقدم أجمل إطلالات للشلالات. قامت شعوب سينيكا التي سكنت المنطقة يوماً في محيط جينيسي بإطلاق اسم سيجا هوندا على هذا الجزء من النهر، أو وادي الشلالات الثلاثة. هذه التي نراها الآن الشلالات الوسطى بمنحدر يبلغ حوالي 30 متراً، كان يعتقد أنها مذهلة لدرجة أن أساطير سينيكا اعتبرت أن مجرد النظر إليها قد يتسبب بوقوع الشمس في منتصف النهار. في هذه الأيام تدعى منطقة الشلالات الثلاث بورتج كانيون، وكلمة بورتج
تشير إلى القيام بنقل القوارب على اليابسة في أجزاء النهر التي يصعب الإبحار فيها، وهو ما يبدو ضرورياً هنا. بعض المنحدرات على جانبي الشلال تصل إلى 200 متر مع جريان جانسي نحو الشلالات السفلى، مع هبوط لحوالي 10 أمتار تشير هذه إلى نهاية بورتاج كانيون. إن الأحجار المعروضة في الممر تعود للعصر الديفوني، ويمكن تأمل ملايين السنين من التاريخ الجيولوجي في الحجر الجيري والحجر الرملي الذي تآكل بفعل جريان النهر. معظم الصخور كانت ضمن بحر داخلي قديم، لذلك يمكن اكتشاف وفرة من الأحفوريات البحرية. عام 1906 اشترى ويليام براير ليتشوورث 4 كيلومترات مربعة من أراضي الغابات المحيطة ببورتاج كانيون. قام بعد ذلك بالتنازل عنها لولاية نيويورك من أجل منع الأعمال التجارية والصناعية من تدمير البيئة الهشة المحيطة بالنهر. توفي ليتشوورث عام 1910، لكن إرثه لا يزال حياً، إذ إن الهبة التي قدمها يوماً ضمت المزيد من الأراضي وتحولت إلى ليتشوورث حديقة الولاية كما نراها اليوم. يحيط المتنزه بنهر جينيسي 30 كيلومتراً، وهو يتجه نزولاً نحو بحيرة آري مع أكثر من 100 ميل من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، إضافة لركوب الخيل والتزلج والتزحلق على الجليد. أصبح حلم متنزه ليتشوورث حقيقة لمحبي النشاطات في الهواء الطلق. على بعد 70 كيلومتراً شرقاً تقع بلدة كناديغوا، وهي بلدة صغيرة تضم بين شوارعها ملكية سوننبرغ. تم شراء الأرض عام 1863، وقد اشتراها المصرفي البارز فرانسيس تومسون وزوجته ماري. مع ازدهار الأعمال للزوجين كذلك ازدهر منزلهما. في المكان حيث كان يوماً منزلهما الحجري نجد اليوم هذا القصر الذي بني عام 1887. مع مرور السنوات تطورت الحدائق المحيطة، أصبحت ملكية سوننبرغ والتي تعني التلال المشمسة ملكاً لولاية نيويورك في السبعينيات، وهي اليوم متاحة لمتعة العامة. 10 حدائق بعناصر ومواضيع مختلفة تتضمن اليابانية والإيطالية والوردة وضوء القمر وحدائق بانسي، إضافة لقفص ودفيئة ومستنبت زجاجي، تجعل الملكية مكاناً مميزاً لجذب السياح. نكمل نحو الشرق لنصل إلى بحيرات نيويورك الجليدية الكبرى فينيجر ليك، والتي اكتسبت تسميتها من شكلها الطويل الرفيع. بحيرة سينيكا التي كانت ضفافها موطناً لمئات قرى الإيروكوي، محاطة الآن بمناظر خلابة وأراضٍ زراعية وكروم العنب ومصانع النبيذ. أبعد نحو الشرق نصل إلى أطول بحيرة، بحيرة كايوغا، لكنها ربما معروفة أكثر بالمستعمرة البوهيمية الموجودة عند الطرف الجنوبي، مدينة إيثاكا. تعود التسمية إلى اسم الجزيرة منزل البطل التاريخي أوديسيوس، إيثاكا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100,000، وهي موطن ثقافي تحيي العلوم والموسيقى والمسرح هذه المدينة. لكنها تشد الأنظار أكثر بمؤسسات التعليم العالي لديها، وجامعة كورنيل هي أكثرها شهرة. أسسها عام 1869 السناتور إزرا كورنيل، الذي وهب مزرعته في إيثاكا إضافة إلى مبلغ $500,000 لتصبح هذه الجامعة إحدى أهم جامعات أمريكا وواحدة من جامعات اتحاد آيفي الثمانية المرموقة، كما صنفت غالباً ضمن أفضل 10 جامعات في العالم. وصفت جامعة كورنيل كأول جامعة أمريكية بحق بسبب نظرة مؤسسها للمساواة والعملانية في المدرسة. أراد أن يوسع النظام التعليمي الأمريكي المحدود وأن يفتح أبواب التعليم العالي أمام المزيد من الأمريكيين.
41 فائزاً بجوائز نوبل يرتبطون بهذه الجامعة، لطالما كانت كورنيل في الخطوط الأمامية للابتكار والاختراع. افتتحت كمركز تعليم مختلط عام 1870. من هنا سنحلق من إيثاكا عبر الأراضي الزراعية التي يغمرها الغبار الثلجي حتى نصل إلى آخر بحيرة سنزورها من مجموعة فانيجر ليك الموجودة بين الغابات، بحيرة سكانيتاليس. إن هذه البحيرة نقية لدرجة أن البلدات المجاورة بما فيها سيراكيوز تشرب من مياهها بلا فلترة. تطغى قناة آري على مشهدية وتاريخ ولاية نيويورك. هنا قناة استخدمت يوماً في غرب سيراكيوز في بلدة كاميلوس، وهي تعبر جدولاً من 9 أميال، لكنها هجرت عام 1918. اقترحت قناة آري في البداية لوصل مياه بحيرات آري بنهر هدسون. مع نهاية إنشائها اعتبرها البعض العجيبة الثامنة في العالم، إنما مع مرور السنوات لم تبقي عمليات التوسيع التي أقيمت على القناة إلا على القليل جداً من البقايا المهجورة للقناة الأصلية والمنتشرة حول البلاد. جلبت قناة آري النمو والازدهار للعديد من المستعمرات في نيويورك، ولم تكن مدينة سيراكيوز أقلها. تقع مدينة سيراكيوز على الضفاف الجنوبية الشرقية لبحيرة أونوندايغا، وقد سميت باسم مدينة كورنثيا على سواحل صقلية. تعتبر سيراكيوز مركزاً اقتصادياً وتعليمياً لوسط نيويورك. إن المستعمرة التي أصبحت فيما بعد سيراكيوز نمت من تجارة الملح، مع وجود مناجم الملح في الينابيع المالحة القريبة والتي تنتشر على ضفاف بحيرة أونوندايغا. بعد ذلك لعبت المستعمرة دوراً لأنها على مفترق طرق بين قناة آري ومتفرعاتها، ثم كمحطة للسكك الحديدية هي اليوم نقطة التقاء كبرى بين الطرق السريعة. لكن جامعة سيراكيوز هي أكثر ما تشتهر به المدينة، لطالما كانت الحركات التحررية والمنادية بحقوق المرأة نشطة في سيراكيوز. وقد ساهم هذا الموقف بالتزام الجامعة بالمساواة، وقد قال أول رئيس للجامعة: لن يكون هناك أي تمييز مجحف تجاه المرأة، للعقول والقلوب فرص متساوية. عانى التعليم العالي في سيراكيوز من بداية هشة مع رفض إزرا كورنيل أن تكون البلدة مركزاً لجامعة كورنيل. تعرضه للسرقة في تلك البلدة في عدة مناسبات دفعه لتسميتها بمدينة سدوم وعمورة، إلا أنه سرعان ما منحت جامعة سيراكيوز الأموال والأراضي اللازمة لنشأتها، وهي اليوم واحدة من أكثر الجامعات تطلعاً إليها في البلاد. إن تتبع حظوظ نجاح سيراكيوز يأخذنا إلى المتنزه التاريخي داخل قناة آري القديمة، والذي يمتد على مساحة حوالي 60 كيلومتراً على طول القناة الأساسية. خلال عملية دامت لمئة سنة بين 1817 و1917، قام هذا الجزء من القناة بنقل البضائع والمسافرين من سيراكيوز شرقاً نحو روم في مدينة نيويورك. كان بناء القناة بأكمله واحداً من أكثر المشاريع طموحاً في أمريكا خلال القرن 19، ونصراً هندسياً. لكن قبل أن نكمل طريقنا على طول القناة، سنقوم بانعطافة قصيرة شرقاً لنصل إلى كازينو ومنتجع تيرنينج ستون. منذ أن أسستهما وأدارتهما أمة أونايدا الهندية، تعرض المنتجع والكازينو للكثير من المشاكل والانتقادات. رغم منع قوانين ولاية نيويورك إدارة الكازينوهات ومعارضة البلدات والقرى المجاورة لهذا المشروع، حازت أمة أونايدا لأنها كيان سيادي مستقل عن الدولة على حق بناء وإدارة المنتجع كمكان للعب القمار. لقد أصبح اليوم وجهة سياحية مهمة وسط نيويورك. بعد بضع جولات من لعبة بلاك جاك،
وشراب المارتيني نلتقي مجدداً عند قناة آري القديمة، ونحن في طريقنا نحو روم، حيث تلتقي القناة بشبيهتها الجديدة قناة بارج التي تفوقها حجماً، والتي بنيت بين العامين 1905 و1918 بعد أن كانت ممراً تجارياً صاخباً. عززت القناة الطفرات السكانية والاقتصادية على طول مسارها، وهي تستخدم الآن غالباً للنشاطات الترفيهية. تعد قرية قناة آري إعادة بناء تاريخية لمستعمرة القرن 19، حيث استخدمت مجرفة لتحميل التراب لبناء القناة عام 1817. تقبع القرية في المكان حيث تلتقي القناة القديمة بالجديدة. تم بناء سد قديم للتحكم بمنسوب المياه على طول القناة، إضافة لعدد من المباني النموذجية، وهي تضم كنيسة وحانة ومحل حدادة ومدرسة ومنزلاً جليدياً، وكذلك محطة سكك حديدية لإعطاء الزوار فكرة عما كانت عليه الحياة في مستعمرة من هذا النوع. كذلك يمكنك رؤية عربات تجرها الخيل ومعدات زراعية من تلك الحقبة، منتشرة على الطرقات الرملية التي كانت نموذجية في ذلك الوقت. بينما ننتقل على طول الممر المائي نصل بطريقنا إلى روم في نيويورك. هنا تقف قلعة ستانويكس التي يشاع عنها أنها أول مكان رفرف فيه العلم الأمريكي خلال معركة. لقد كان تاريخ هذه القلعة مليئاً بالأحداث، شيدها البريطانيون عام 1758، ثم هجرت بعد ذلك وتركت لتسوء حالتها تدريجياً. لكن مع إعلان استقلال المستعمرات الأمريكية بعد ذلك بعشرين عاماً، سرعان ما اكتشفت ميزة الموقع الاستراتيجية وبدأ ترميم القلعة. لاحقاً صمدت خلال الحصار الكبير الذي فرضته القوات البريطانية عام 1777، ثم أحرقت عام 1781. وبحلول عام 1830 طغى النمو التجاري في روم على هذا الهيكل، إلا أنه في عام 1934 أعلن فرانكلين روزفلت المنطقة نصباً تذكارياً وطنياً. ثم بعد 40 عاماً قامت البعثات الأثرية بالكشف عن القلعة وبدأت عملية الترميم. ها هي تنتصب بفخر مرة أخرى. نزولاً نحو قناة آري من قلعة ستانويكس نجد آليات الممر المائي، وهي تعمل عند البوابة 20 في متنزه الولاية. تنتشر اليوم 27 بوابة كهذه على طول القناة لتنظيم تدفق المياه مع مرور القوارب وغيرها التي تشق طريقها صعوداً ونزولاً عبر القناة. باستخدام هذا المفهوم البسيط للبوابات، تتمكن القوارب من السفر على طول القناة من ارتفاع منسوب المياه والمد في تروي نيويورك إلى 128 متراً في روم، ثم ينخفض إلى 110 أمتار مع التحرك غرباً، ليرتفع مرة أخرى إلى 172 متراً مع وصولها إلى بحيرة آري. نصل إلى المدينة التي ارتبط تاريخها وثروتها بالممرات المائية. أنشأت أوتيكا على طول نهر موهاوك، حيث يتبادل التجار مع شعوب إيروكويز، وهي مستعمرة بذهنية تجارية منذ أن بدأت. ولأنها تقع على طول الجزء الأول من قناة آري التي افتتحت عام 1820، شهدت أوتيكا نمواً سريعاً لسكانها واقتصادها. تمر القناة مباشرة داخل المدينة، وكانت بمثابة محطة منتصف الطريق المثلى لأولئك الذين يسافرون بين الممرات المائية. أصبحت المدينة اليوم محوراً للمواصلات ومركزاً تجارياً، إضافة إلى أنها صارت لاعباً مهماً في حقل صناعة النسيج والأدوات. بعد إنشاء قناة آري وغيرها، ومع وجود أوتيكا كمركز للتبادل التجاري، تم بناء العديد من السكك الحديدية من أجل مرور البضائع والمسافرين خلال المدينة. لذا عام 1914، ومن أجل مواكبة ازدياد العمل في السكك الحديدية، إضافة للرغبة في إبهار المسافرين عند وصولهم
بنيت محطة أوتيكا الاتحادية، وهي اليوم تؤمن خدمات الحافلات وقطارات الضواحي وخط السكك الحديدية أديرونداك سينك التي تقل المسافرين داخل الجبال الثلجية. لكننا نذهب في الاتجاه المعاكس جنوباً، بينما نحلق فوق الغابات والمزارع نصل إلى علو 800 قدم ونصل إلى بحيرة أوتسيغو. يبلغ طولها 15 كيلومتراً ويبلغ عرضها حوالي 450 متراً، وقد حشرت نفسها لتدخل الأساطير الأمريكية من خلال الكاتب جيمس فانيمور كوبر، إذ لعبت البحيرة دوراً أساسياً في عدد من أهم رواياته من ضمنها آخر الموهيكيين. تعتبر بحيرة أوتسيغو المحاطة بالبلدات الصغيرة والعديد من الغابات الحرجية ومتنزه على ضفافها نقطة التقاء لمحبي نشاطات الهواء الطلق. على الطرف الشمالي الشرقي تنطوي في خليج هايد قاعة هايد هول الرائعة، قصر على الطراز الكلاسيكي الجديد يجمع بين العادات المعمارية من العالمين القديم والجديد، وهو أكبر القصور في أمريكا في وقت بنائه وربما يظل أكبرها. هذا القصر الذي بناه جورج كلارك حفيد الشخصية السياسية الشهيرة في مستعمرة نيويورك أنجز على مراحل بين عامي 1817 و1833. كان لمرور الأعوام إضافة لهجران القصر خلال الحرب العالمية الثانية تأثير مدمر عليه، بدا الهدم إمكانية حقيقية إلى أن تدخلت مجموعة مجتمعية وقادت الحركة لاستعادة المبنى والحفاظ عليه. يعتبر المبنى والأراضي اليوم كأصول ثقافية وكمعالم تاريخية وطنية. كذلك نجد في حديقة الولاية جليمر جلاس إضافة إلى هايد هول قاعة هايد، أحد أقدم الجسور المغمورة في الولايات المتحدة. بنيت عام 1823 وهي تعبر شادو بروك بطول 16 متراً، وقد بنيت على طراز كلاسيكي أمريكي بور آرش الذي سمي تبعاً لثيودور بور المهندس النيويوركي الذي سجل براءة اختراع هذا التصميم. نحلق بعيداً عن بحيرة أوتسيغو متوجهين نحو 100 كيلومتر شرقاً نحو ينابيع مدينة ساراتوغا. يعتقد أن كلمة ساراتوغا مشتقة من عبارة الموهوك الهندية التي تعني بلاد التلال للنهر الصامت، في إشارة إلى نهر هدسون الذي يجري على بعد 25 كيلومتراً إلى الجنوب. لطالما كانت المدينة مركزاً سياحياً، وقد ساعدها في البداية وجود خطوط السكك الحديدية منذ عام 1832. هناك اليوم عدة أسباب لقدوم السائحين إلى ساراتوغا: التاريخ الاستيطاني، بحيرة ساراتوغا، ينابيع المياه المعدنية، لكن هواية واحدة تلقي بظلالها على البقية: سباق الخيول. منذ أكثر من 100 عام كانت السياحة أهم الموارد المالية لساراتوغا. نسبة كبيرة من هؤلاء السياح يصلون خصيصاً من أجل سباق الخيول في الصيف. تأسست حلبة سباق ساراتوغا عام 1863، وهي أقدم حلبة نظامية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أسماء كمنزل الغاضبين ومقبرة الأبطال. عانى العديد من خيول السباق العظيمة كالسكرتاريا من هزائم غير متوقعة. هناك ثلاثة مسارات أساسية تشكل حلبة السباق ساراتوغا، ووجودها يهيمن على التنظيم المدني للمدينة بسبب تاريخها العريق. هذه الحلبة غنية بالعادات وتستقبل آلاف السياح كل صيف. إنها مؤسسة أمريكية كبرى ومكان مثالي لاختتام هذه الرحلة.